اضطرينا نستنزف او نستثمر في موارد هائله بعشرات ومئات المليارات عشان اعمل كباري وانفاق واوسع شبكات الطرق واعرضها، بل احيانا كنا بقينا بنغطي الترع والمصارف بتاعتنا ونعمل فوقيها طرق علشان فقط نحل مشاكل العمران القائم اللي موجود النهارده. الكلام ده كلف الدوله، يعني في حضراتكم عارفين الارقام وشفتوها، مئات المليارات، وما زال هنبقى بنصرف كدوله وبنجري ورا هذا الهدف، ان انا ازاي اعمل شبكه داخليه جوه المدن بتاعتي والقرى عشان بس تخدم الكتله القائمه النهارده. فكان لازم النهارده نقف وقفه مهمه ونضع حد ونشد مع بعض خط فيما يخص المخالفات البنائية اللي موجودة النهاردة. والحقيقة ده كان مطلب شعبي، ومطلب ليس فقط مبادرة من الحكومة من الدولة، بل ده المواطن نفسه كان ابتدى يسعى وبيقول طب خلينا المخالفات القديمة نحاول ان احنا نعمل لها تصالح، واحنا عايزين نتصالح، وكانت بمبادرة وشغل مشترك مع مجلس النواب، وكان الهدف كله ازاي ان احنا عايزين نضع حد لنزيف المخالفات البناء اللي موجودة، وإزاي نقنن هذا الوضع ونتصالح فيه علشان بعد كده لا يسمح بأي صورة من الصور ببناء عشوائي جديد. نتيجة للجهد هذا الجهد المشترك ظهر قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019. القانون ده صدر في أبريل 2019. وعشان أوضح برضو اللي كان بيثار في هذا الموضوع، القانون ده لما طلع علشان يعني يعمل تصالح لمخالفات قانون البناء رقم 119 لعام 2008، عشان تاريخ 2008 ده مثار في الشارع، هو انتوا فقط بتتكلموا على العقارات اللي اتبنت في 2008 بس، لان قانون البناء اللي طلع رقم 119 ل 2008 كان بينص صراحه على عدم التصالح على اي مخالفه، وان الحل الوحيد هو الازاله. فعشان طبعا كانت احداث ثوره يناير 2011 والفتره اللي كانت الدوله عدت فيها والظروف اللي حصلت والبناء الغير مخطط والغير منظم والعشوائي اللي تم، وبقى اصبح النهارده وضع مستقر وبقى فيه الاف الاسر اللي بقت ساكنه في هذه البيوت، فكان لازم نضع حل تشريعي لهذا الموضوع. ومن هنا ظهر ان احنا كان القانون اللي صدر في 2019 كان مختص بالتصالح على المخالفات اللي اتعملت ضمن إطار قانون البناء اللي صدر في 2008.